القناة سينكا بيكا. هاني هاني جمالك جمال تبارك الرحمن. شي واحد اخر يلبس كي داير شوف شوف. هاني جمالك جمال شوف شوف بورتكلي بورتكلي اللهم بارك. شوف شوف هذا دابا الورقات ديالو الباسبور ديالو غرباوي. هاو شيواوا تبارك الله. هاني جمالك جمال شوف شوف قداش شوف 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 وبارك فوق الشكارة فيه 3 كيلو نودي فيه 3 كيلو شوف 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 خايف مسكين. تحية لكم أينما كنتم داخل الوطن أو خارج الوطن راكم عزاز وغالين وتوجو أفيك جديد جمالك جمال. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قناة سينكامينا معنا أحسن الموالي سوق العب الدار البيضاء الأخ عادل وعادل. تحية لك خويا الله يحفظك خويا الناس كبار والحجر الثقيلة جمالك جمال. واه ما نعاودش لكم عندنا اليوم عاوتاني الأخ رشيد بيرسو الله يبارك واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. انا اخويا راك الثقه والناس المعقول كنموتوا على المعقول مصداقيه الف مرحبا الله يحفظك خويا. شنو عندك السي عادل؟ عندي اليوم دي سبيس سبيس تبارك الله كيكبر هذا جابوني. اللي قلت لكم الاخوان بان كاينه مصداقيه راه ما كاينش كذوب الحمد لله. هان اخويا اي 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 اشنو هذا يا بابا اشنو هذا جمالك جمال تبارك الرحمن. هان اخويا عادل ديما كيجيب لنا تبارك الله البورتكلياس. بالنسبه للتويشيات شحال دايرين في العمر ديالهم؟ زوين هذا العمر عندهم دو موي دمي دابا. بالنسبه للماكله كياكلوا غير ما فيش غير ما فيش دايرين الدو ديال تبارك الله. والثمن فاش كيبقاو اخويا؟ الثمن ما بين 2000 درهم 2500 الله يبارك. كما قلتوا الاخوان اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هاد السيد راه التيغا الرقم ديالك سي عادل 06 64 85 12 دوبل 0 لا انتم كما قلتوا راه يدير بكم الثمن زوين. وتحيه لرشيد كاين شي حاجه خويا رشيد اليوم؟ نعم نعم سي رشيد لما تدخل القناه ديالك شي وحدين تيبداو يحرموا ويحلوا. نعم نعم يكون فقيه ويكون واعي وفاهم. اسمع اسمع اخويا تبارك الله عليك واعر واعر واعر. كاين تيجيب لك حديث تنسبوا لك القطط والكلاب. نعم هذاك الحديث اللي جات تنسبوا القطط والكلاب راه ماشي هو. نعم راجع على الاكل كل دينار ومخالب وحمر الاهليه. اما كما جاء في الحديث شنو هو؟ جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وثمن الصنور. نعم ثمن الكلب وثمن الصنور. الاحناف يقولون بانه القط لا يجوز. نعم. والمالكية يقولون بأنه القطط يجوز بيعها. نعم. لأنها غير متوحشة. وأقوى مذهب في المذاهب الأربع هم علماء المالكية. نعم. نحن على هذه البلاد نحن مالكية. الله يرحم الوالدين. ما يجيبش لنا شي مذهب من الشرق والغرب ودي وتيبداو يسبوا فينا. ها هو جاوبكم الإخوان الناس اللي كيخلوا التعاليق. اقرا دابا اسمع. أنا مشي لك المذهب الأحناف، الأحناف يقولون بأن الكلب مال ينتفع به. نعم. مابقاش يضرب بزاف. وراه خريج من الدراسات الإسلامية والسلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ويييي تبارك الله عليك. ومعنا خويا أو 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 أنو نوسات أخويا. راشاوسكي. اسمع أخويا اسمع. اسمع أخويا راشاوسكي. أنا حنا كنهضروا على المعقول. في مال هذه؟ في العمر ديالها؟ عندها باقا لها سيمانات قبل شهرين. كارني دفاكسان؟ لا. مازال الثمن ديالها؟ 2500. 2500 اخويا واللي بغى 1000 مرحبا. كلمة تصاوب شوية؟ قد مع الجمهور. 1000 مرحبا. عطيهم الرقم اخويا. 07 06 84 88 51. اللي خلق ما يضيع. اللي خلق ما يضيع. قلعتو. انا اخويا. الله يجازيك بخير السي رشيد. وقالوا بانه فهمتيني الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ثمن الكلب وثمن الصنور. نعم عليه الصلاه والسلام. المالكي يقولون بان لها معنيين. ما تفيد العموم وتفيد الكراهيه. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لجزم. يرون بانه لا يجوز بيع ولكن يجوز بيع قطط الاهليه. انا على مذهب بلادي. جزاك الله خيرا اخي الفاضل. اخوان عشاق القطط كما كتشاهدوا معنا. انا اخويا البورتكليات المينياتور شي حاجه صغيره الله يبارك وجمالك جمال. تحيه لخويا فين اخويا حبيبي حسام وحسام الله يبارك تبارك الرحمن. انا
ها انا خويا سيامو بلون سيامو بلون تبارك الله الله يبارك اللهم بارك اللي راكدور بالنسبه للاثمنه شحال اخويا 700 درهم راكدور اللهم بارك انا الخوت كما كتشاهدوا معانا اللهم بارك الاسمين فاش كتبقى خويا هنايا 700 درهم اللهم بارك وهنا اللهم بارك اي 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 هادي فاش كتبقى الثمن ديال اخويا 1000 درهم اللي بغى 1000 مرحبا لا زوينه تبارك الله الله يبارك جمال اللهم بارك كاينين شي وحدين في القناه يدعيو يعيرونا ويسبونا كاين الله كاين الله كاين الله كاين الله كاين الله كاين الله الرقم ديالك اخويا حسين 29 93 08 808 الله يحفظك الله يطول عمرك كمل الرقم ديالك 06 زيد 93 زيد 08 زيد 01 الف مرحبا الرسول اللي بغى سكوتي اي حاجه عنده جميع على راسه شنو عندك انت اخويا انتقلوا لك انا انا اخويا عشاق الانغورا هو معنا راك تعرفوا هذا السيد هذا غني على التعريف اخ نبيل جمالك جمال شوف 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 اي اي لا تسموا القطط الشيراز لا هادو البانطوفات هادو بانطوفات تبارك الله بوالو تبارك الله شي حاجه جمالك جمال تبارك سيامو بشحال كيبقى هاد السيامو خويا 350 وهاد القطيطات البيضين هادو 1200 الرقم الهاتف ديالك خويا 20 74 74 17 اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ الله يدير الخير نشوفو مازال هانا خويا السلام عليكم سيدي حمزه تحياتي البرد شويه في الباب ياك الله يدير الخير شنو عندك الحبيب ديالي سيامون تيغري الله يبارك اي يا خويا الانغورا تبارك الرحمن كاين الراكدور الراكدور الاثمنه فاش كتبقى خويا حمزه النورفيجيان الله يبارك الاثمنه 500 درهم الرقم الهاتف الحبيب 07 05 47 09 40 اوي 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 انا اخويا السكوتيش تبارك الله جمالك جمال البيرسو تا هو تبارك الله الدياس اللهم بارك سير هاني هاني اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن فاش كتبقى الثمن ديالها انا الخوت كما كتشاهدوا معايا شوف بيرسو تبارك الله اللهم بارك 8 شهور فاش كتبقى حمزه خويا 3200 عطيهم اخويا الرقم ديالك هذاك السكوتي تقدر تزون ولا قبيح وري للمشاهدين شوفوا تو يتعرفوا عليه سواب قرقع الغابه اخويا اللهم بارك تشوفوا معنا السكوتي جا الاخوان ها هو اي 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 هاني اخويا هاني اخويا شنو دينات وجمالك جمال تبارك الرحمن الله يبارك فاش كيبقى الثمن ديالو اخويا هذا 6000 درهم العمر ديالو اخويا عنده عام عام تبارك انت وهادي الله يبارك اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ الرقم الهاتف خويا انت عنده انتوا هاي انتوا الاخوان عندها سيمو اللهم بارك واللي بغى شي حاجه الف مرحبا بهاد الثقه الناس اوا اخ حمزه خليكم رقم الهاتف 07 05 47 09 40 والف مرحبا بالجميع وتحيه للجميع الرقم الهاتف ديالك الحبيب ديالي الهاتف ديالك 0 28 38 38 اخوانا كما كتشاهدوا الاخوان اللي كنصور لكم الاهل الثقه واللي بغى شي حاجه يتواصل معاكم عشاق عشاق الويسكي شي بياسه ما نعاودش لكم خويا عبد العظيم تحياتي ليك جمالك جمال الله يسخر لك اشنو هذا العجب هذا اخويا الويسكي اللهم بارك ما لا موت هذا اخويا قال لك اللي بغى الويسكي ياخذ الويسكي انا اخويا العمر ديالو اخويا عنده شهرين ونص شهرين ونص الثمن ديالو اخويا 1500 درهم جمالك جمال هاني رقم الهاتف اخويا 07 84 88 51 واللي خلق ما يضيع والاخ ياسين الاخ ياسين ياسين راه داز معنا قبيله تبارك الله اللهم بارك مرحبا اخويا نشوفوها بين قناه سينكا بينكا عشاق البولدوغاني شي حاجه جمالك جمال تحيه صلاح
تحيات. انا اخويا شوف اخويا بيازا انا اخويا مالو لا في مال هذا مال في مال في مال في مال تبارك الله دور صلاح اني الله يبارك الثمن ديال اخويا 2000 درهم رقم الهاتف خويا 07 72 88 16 71 اللي بغى الاخوان الف مرحبا هاي كاينين بزاف اخرين مازال خوته كي تاكل اخويا هادي فيرمي فيش المسائل اللي بغى الف مرحبا وجمالك جمال القطط عاد لكم من جديد ومعنا خويا عبدو عبدو والجديد والجميل وجمالك جمال تبارك الرحمن خويا عبدو نونوساز جمالك جمال شنو هادشي اخويا بيشو بيشو اللهم بارك العمر ديالو اخويا شهرين ونص الثمن ديالو 1100 درهم سقطيه تحياتي لك خويا الله يحفظك بالنسبه للقطط شنو عندك خويا اونغورا عوينه الزورق واللي بغاهم الف مرحبا وتحيه الفان ديالنا تحياتي لك وتبارك الله عليك كما قلت هادو معنا الاخوان هنايا سيامو اللهم بارك بالنسبه للازمنه ديال سيامو 400 درهم واللي بغى شي حاجه الف مرحبا السيد راه الثقه وباي قيس باي قيس الله يبارك قرقع الغابه عبدو ولا زوين 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 هكا طرق يد مع الكليان تبارك الله راه هذه بالنسبه لهذا 1100 راه ان بيكابل بياسه راه زوينه بالنسبه للمشاهد والله الا زوينه داوي على راسها عطينا اخويا الرقم ديالك اخويا عبدو 06 12 44 08 19 تواصلوا مع عبدو راه اهل الثقه وتحيه لكم شاق القطات كما كتشاهدوا واحد السيامو تبارك الله ها هي انتوا ولا ذكر ذكر اللهم بارك العمر ديالو 6 شهور ونص الثمن ديالو خويا جوج باكسا هو كارنت باكسا 700 درهم مول فلاتير ديالو كما كتشاهدوا ديال الدار ها هي كل شيء هادشي كتشوف على الله يبارك النقاء الرقم الهاتف خويا 0632 زيد دوك الزاره زيد 21 زيد 150 اللي بغى الاخوان الف مرحبا شوف راه لا ديسيبلين تبارك الله تفاهم من الفوق وقابل للتفاوض الف مرحبا بين قناتين قابلين قاعد لكم من جديد ومعنا رضا ورضا تحيه خويا رضا الطلياني مبورش يا خويا البرد اخويا الله يحفظك جمالك جمالك سيامو تبارك الرحمن غادي نخليوه ب 500 درهم 400 درهم تبارك الله اللهم بارك 350 درهم أزمنة جد مناسبة واللي بغى شي حاجة ألف مرحبا أوي 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 شوف 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 العوينات كي دايرين جمالك جمال 400 درهم هادي والله العظيم جمالك جمال سيامو بلو صباح 350 درهم رقم الهاتف اخويا 0633 63 44 65 الف مرحبا بالجميع حابين قناه سينكابينغ السلام عليكم مرحبا بكم سوق رعب الدار البيضاء يوم الاحد وكما كتشاهدوا معنا اللي خلق ما يضيع عبد العظيم تحيه اخويا عبد العظيم كي داير اخويا بخير شنو هادشي وانا واحد الكوبل فريخات اللهم بارك وجمالك جمالك اي 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 خوت هادو اخويا لا ماشي خوت اللي بغات الكوبل راه زوينه الخوت اللهم بارك العمر ديالهم اخويا شويه هذا 3 شهور كما كتسمع الاخوان بيناتهم فرق يعني 15 يوم راه ماشي خوت واللي بغاهم الف مرحبا بالنسبه للازمنه ديالهم اخويا كيبقاو الكوب كيبقاو 3000 درهم زوين اخويا هاي بصحة جيدة تبارك الله الله يبارك واللي بغاهم ألف مرحبا وجمالك جمال تبارك الرحمن الإخوان كما كتعرفوا أخ عبد العظيم راه أهل الثقة الناس المصداقية اللي بغا شي حاجة ألف مرحبا شي حاجة إيه راه حنا غاليين على التعليم بغيت شي حاجه نعم راه يتواصل معنا اي مدينه صدق الله يحفظك اي بلاد بالنسبه للرقم ديالك اخويا الحبيب 07 06 06 84 88 51 واللي خلق ما يضيع الله يحفظك وشكر الناس على التعاليق الزوينه اي واحد في شي بلاد نعم شي مدينه نعم فيها باش تكتب الكومونتير المدينه اللي فيها هو ما فيها باس تكتب كومونتار المدينه اللي فيها هو إيه؟ تكتب لنا كومونتار زوين هذه أيه؟ باش الناس تما تزيد يتشقوا فيه مرحبا نقدم لكم سامي تبارك الله الاخ سامي غني اهل التعريف راجل طيب اهل الثقه انا خوتي ها البرج الله يبارك خراسه هذا هو القبيح عرفتي شحال عض من واحد السوق هذا الكلب هذا ما نعاودش لكم اللي بغاه شي فيرما
بالخدمة طاعة 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 عفوا دوز كل شوية وكتسام الإخوان تبارك الله كلية تبارك الله ديال الخدمة واللي بغى ألف مرحبا بيرجي لاكاس طيوح شي حاجة طب الله وما بالك العمر ديالو أخويا سامي عام وشهري القباحة اللي بغى شي فيرما ولا شي مزرعة خدمة بوست هاني أخوتي الله وما بارك دابا مع يلا خرج بقى ما داش لي بزوان حاشاك اي واحد الموضوع اخويا كنتناقش فيه مع لي فان ديالنا والناس المشاركين نقول احبابنا خوتنا بالنسبه للجاليه المقيمه في اوروبا او الخليج اي واحد السنوردين نعم خويا اي كل اي بلاصه نعم. راك تتعامل شي معايا نعم. شي الناس مفاجئين اي اي كندا الموريال فرنسا كاين 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 اخويا راك تا حاضر لا شي هادشي بيع كيدوز على يدي الاخوان اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اللي بغى يصب شي بياسه على الراس ولا الله يرحم الوالدين مرحبا عطينا الرقم الهاتف بوحدو سيمطو ليه بوحدو بلا ما يكون معاه بغى يدي معاه صابو لي المسائل ديالو اللي قالوا ليه وريقاتو شي على بحمد الله وامان حفظك الرحمن حفظك الرحمن الرقم ديالك خويا 06 06 06 06 06 14 14 الناس اللي كيتسائلوا علينا داخل الوطن خارج الوطن اللي كنسلكم كاملين كنحبكم كاملين قال لك يحط شي كومونتير ماشي تاليته هو كنبغيو دوز اخويا بدر دوز اخويا بدر دوز بدر دوز دوز بدر اغاني الثاني هاني ما الفوقيه شي ساس بيت هذا سبيز نان عندك عندك سبيز نان وبالنسبه للبيروكي والف مرحبا تحيه لخويا بدر اهل الثقه الله يعمر هذا والله خوتي شوف والله وشي واحد ما يكونش ما مزيانش والله ما نصوروا لكم اقسم بالله شهاده لله الله يكبر بك خويا بدر تحياتي لك خويا شوف الثقه ديالنا ما تشكرناش وما تزكيناش الله يشوف الدين واحد القضيه راه اي واحد نعم تنقولوا لي صيفطني الفلوس ماشي بغيش احنا عندنا محلات راه حنا نصيفطوا لك ولكن الثقه اللي شويه شحال واحد يصيفطوا لي ما تعطيناش رزقنا هذا هو اللي بالنسبه للموضوع ديال الفلوس ديال سامي اي واحد كيصيفط لك راه مسؤول على راسه صلاه هذا معك ها ولدي المتابع هذو راه الاخوان قاعد دم الحالات واحد اخ حتى هو استاذ حتى هو تبارك الله غني هذا التعريف تحياتي لك الله يحفظك هذا السيد حتى هو عنده طيور حتى هو اللي بغى شي حاجه الف مرحبا والعدمان ديال الاخوان انا كنوعدكم كنوعد الله سبحانه وتعالى ونوعدكم الف مرحبا بالجميع وتحيه لكم بين قناه سينغابينغ السلام عليكم عشاق الهيسكي شي حاجه جمالك جمال العمر ديالنا ما خويا نار المغرب ربح الصبا اليوم ياك متورف يا الله يبارك الثمن ديالو ما خويا قلت لهم اللي بغى يتهلا ويتهلا إيه؟ انا كاين 500 درهم لواحد با با با, با ارخا خويا ارخا 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 خويا 500 درهم اللي بغاهم الف مرحبا وتحيه للجميع رقم الهاتف خويا 06 91 81 82 89 والف مرحبا بالجميع 500 درهم اخويا قلع الدين قناه سينغابينغ عاد لكم من جديد ونشوفوا الاخ كريم شنو عنده تحيه خويا كريم تبارك الله عليك شنو الجديد اخويا كريم معروف عليك بالمليح قرقع الغابه والدق بلا قرطاس بيليا يلا بيليا بيلا عارف ناس كبار وحاجه ثقيله مشاش هيمالايا اللهم بارك هان عشاق الهيمالايا هاني جمالك جمال كيما كتشاهدوا لهم كياكلوا الله يبارك عندهم 50 يوم 50 يوم تبارك الله شي حاجه طب اللي بغاهم الف مرحبا كاين بيشو هافانا وكاين بيشو مالطي كاين البيشو هافانا والبيشو البيشو مالطي ياك بيشو هافانا ها هافانا تبارك الله زوينين جمالك جمال نونوسات نونوسات شي حاجه مينياتور اللهم بارك وجمالك جمال تبارك الرحمن كاين هذا اليوكشير اليوكشير ذكرت تبارك الله ها هو واجي خويا هو كاين ثاني كلاس اللهم بارك اخي كريم اليوم راه جايب المليح با المليح اخويا وتحيه لقناه سينغابينغ اينما كنتم عشاق او الناس اللي كيشاهدونا داخل الوطن او خارج الوطن حيت كنت مرة اخويا هاني بيشو مالطي اي 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 هاني عشاق البيشو ها هو بيشو مالطي شي حاجه طب اللهم بارك اللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا هما الام ديالهم تبارك الرحمن وداكشي راه كياكل راسو ياك اخويا خليني معهم والديه كيما كتسمعوا الاخوه راه ولاو ياكلوا كنخلي معهم الوالدين كياكلوا راسهم كرهوا الكره كنحضروا هو الصغير ها هو جونيور ها الوليدات
اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. رانا ندير لهم لي فيديو. هو القطيط اخويا القطيط هذا هذاك هيمالايا اللي بيع ولا ديالك ديالك البيت ولا كنبيع. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هادو راه داير لهم فيرمي فيش مطريطين ناضين اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا. هاي فيتامين هاي فيتامين للوليدات تبارك الله. شنو درت للوليدات؟ هما خوتي اللي بغى شي حاجه الف مرحبا راه كاين اثمنه جد مناسبه هاني. اي 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 جمالك جمال الله يبارك الام هيا الوليدات لا تبارك الله انت معروف عليك بالنظافه تبارك الله والف مليون مرحبا. غادي اعطينا الرقم الهاتف الاخ كريم واللي باش عاد يتواصل معنا رقم الهاتف. فين اخويا اش عمري حشمت معاك؟ لا تبارك الله عليك الناس كبار وحاجه ثقيله راك من الكبار الاك تحشمتك. لا لا حاجه لا لا الناس والله ما نصوركش انا ما رجعت عندك ما كايناش. عطينا خويا شي حاجه كيعيط لك يقول خويا داك السيد الله عمر هذا اي الله عمر هذا واش عمرو عمري وريتو شي حاجه وبعث لي حاجه؟ لا 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 تبارك هذاك الشيء اللي كتصوروا كتسكريني كيصيفطوا راه تلقاو الاثمنه الاخوان او تسكريني شي حاجه تصيفطها لي راه هي لا تكون بالنسبه للرقم ديالك هاتف خويا 056 56 33 78 72 شي حاجه راه مرحبا الف مرحبا الله يجازيك الله يجازيك بخير. دير سينكا بيكرا هو الاول كيتواصل معايا دير اثمنه يكونوا زوينين الله يرضى عليك. شوف نعم كلشي ديالك الله يكبر بك. واحد اللي تواصل معايا ما نخليش بلاش. الف مرحبا الف مرحبا لا لا يخطيك. بالنسبه للثمن ديال ماسي بدر خويا كيبقاو 800 درهم واو 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 80 اورو الاخوان 800 درهم اللي بغاهم الف مرحبا. الرقم ديالك اخويا بدر 06 20 اييه 02 زيد 36 زيد 44 الله يسخر كل واحد امين يا رب العالمين. عاود النمره اخويا 06 27 زيد 02 زيد 36 زيد 44 الله يسخر امين الله يحفظك صحيتي لك اللي كانيش هاني الخوت اللهم بارك تبارك الرحمن وبادر بادر انا اخويا تحياتي اخويا بادر النوع اخويا هنايا بيشو هافاني الله يبارك تبارك الله. رفع صوتك شويه صحه جيده في اللهم بارك اللي بغاو الف مرحبا راه معروضين البيع انت هو وذكر هادو لا جوج ديال الجيواش خواتات لا خواتات خواتات طيارات جمالك جمال تبارك الرحمن اي 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 واو 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 تبارك الله تبارك الله الله يبارك غوت 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 الله. السلام عليكم. عليك السلام. متشبعين ديالنا تحيه جميع الناس داخل الوطن وخارج الوطن المغاربه ديالنا الحرار داخل الوطن وخارج الوطن كنشكركم. كاين هاد شيواوا اللي عنده شي نتيوا ديال شيواوا راه معروضه لكم بلاش ماشي للبيع راه الباسبور ديالو بالمسائل بالبيديكري ديالو كلشي راه معروض لكم بلاش اللي بغى يكوبري يتواصل معنا هان أنا جمالك جمال تبارك الرحمن نور الدين اخويا راه انت تبارك الله مبشور الله يحفظك وزوين كتبغي خير الناس علاش كنقدموا لك كليبات لا بياسات مستوى تبارك الله كنقدموا لك كاش كنوريهم للناس واعره 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 الرقم الهاتف اخويا يقولوا لي عبد العزيز الشناق والله يحفظك قول لي عند الله نلتقي ان شاء الله قول لي اخويا مرحبا اخويا بالنسبه للرقم الهاتف ديالك 07 06 84 88 اللي خلق ما يضيع بين قناه سينكا بينكا. السلام عليكم ومرحبا بكم سوق العب الدار البيضاء وتحيه للجميع. انا اخويا نونوسات جمالك جمال سبيد جابوني جابوني ماشي بوميراني جابوني انا اخويا ناني انا اخويا ناني جمالك جمال عطونا صحاب كومونتيرات هاني اللي خلق ما يضيع النوع اخويا عندك هنا حيدو صلاح سبيس سبيس جابوني شحال في العمر اخويا؟ ثلاث شهور الثمن ديالهم 2000 درهم الواحد الله يبارك فاكسيني كارنيت فاكسان لا لا عطينا اخويا رقم الهاتف عطينا النمر ديالك 06 21 06 22 42 52 80 جمالك جمال تبارك الرحمن تمام الكاميرا اليوم تبدو بزاف الشاق البيرسو هاني اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن هاني اخويا شحال عندهم في العمر اخويا البيرسو؟ خويا 4 شهور ونص 4 شهور ونص اللهم بارك الثمن ديالهم اخويا؟ 2000 درهم شو العوينات شوف شوف انا اخويا تحياتي اخويا اللي بغاهم انا اخويا بصحة جيدة تبارك الله وبانطوفة اللهم بارك اللي بغاهم الف مرحبا. الرقم الهاتف ديالك خويا 06 15 85 67 12 شي حاجة طوب الله يبارك
شو العوينات كي داير جمالك جمال انا اخويا الله يبارك بانطوفات اللي بغاهم الف مرحبا تحيه للجميع.